اذكر وظيفة تحتاج إلى ارتداء ملابس واقية. عطية قل لي السيرفي مع العمل الوظيفة. اذكر وظيفة تحتاج إلى ارتداء ملابس. شنو قلت لي؟ سيرفي مع العمل. الوظيفة هي شو اسمها؟ مثلا العمل الهندسة. خطأ. هندسة. لا تخاف لا تخاف. همنا اكو اخطار عصير. ابقى يمي راح ابقيك يمي. خادم. لا خادم ربك وي ميثم. اذكر وظيفة تحتاج الى ارتداء ملابس واقية. مو قاط قاط مو واقي. هسه هيك بقاية تقرصني. رجل الاطفاء. ها رجل الاطفاء. عجيب شو تقول انت؟ قلت لك رجل الاطفاء. والاحتمال الاول واخذوا 26 نقطه. تفضل استاذ ميثم. ها وين ترجع؟ وين ترجع؟ ابقى يمي انت. تبقى هنا لا تروح. خليك هسه اروح يم الجماعه وبعدين اقول لك. اوكي ابقى ابقى هنا ابقى زين. هسه لا تتحرك. نجي على أقدس. انطيني وظيفة تحتاج إلى ارتداء ملابس واقية. رجال الجيش. خطأ. شفت عماد؟ هذا خطأ الأول. قول يا الله السيف طول. عمد. طباخ. ها؟ طباخ. الطباخ. خطأين. هسه روح جماعتك. روح. إيه. يا الله. روح. هسه الان انتم عليكم ان تفكرون بالاجابات لانه صار عندهم خطا. خطا الثالث نرجع لكم. رؤى. رجل ميكان يعني ميكانيكي السيارات. مهنه وظيفه ميكانيكي. خطا. الشمري. الحداد او ها هسه خلص بعد يا الله طلعتك مجال. ان شاء الله طيب. خلينا نشوف هسه نسأل السؤال وعلى ثلاثة تكون بعدين تجاوب ست إسراء. اذكر وظيفة تحتاج إلى ارتداء ملابس واقية. شو تقول عماد؟ الحداد. الحداد. هدى؟ الحداد. الحداد. علياء؟ الطبيب. الطبيب. الآن القرار يمك ست إسراء. ماكو وقت بعد. الحداد. الحداد. الحداد يحتاج إلى ملابس واقية. المناظر غير ملابس. الحداد.